بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل المشاهدين. اليوم معانا فيديو مشاهدات لكسس ال سي اف 2017، تابعونا. الآن نبدأ نشرح مواصفات السيارة من الخارج. السيارة عليها أضواء زينون ثلاثية بعيدة المدى، أضواء LED، حساسات أمامية، هذه الرنجات مقاس 21، الإطارات 245، مراية الجانبية بثلاث ألوان، الأسود والكروم لون السيارة، تطوى كهربائيا، عليها نظام الخروج على المسار، تنبيه نظام الخروج على المسار، نقطة العمياء، هذا شعار هايبريد، سقف السيارة من الزجاج. السيارة عليها أضواء LED من الخلف، دبل اكزوز، كاميرا خلفية، الشنطة الخلفية كهربائية، جناح خلفي يرتفع اوتوماتيكيا على السرعات العالية، هذا هو المحرك 6 سلندر 3.5 لتر هايبريد، عليه ناقل حركة 10 سرعات، قوته 472 حصان. الآن نبدأ نشرح مواصفات السيارة بالداخل. الآن نشرح السيارة من الداخل مواصفاتها. مثل ما تلاحظون نظام التحكم، ثبت السرعة، رادار، نظام تنبيه قبل وقوع الاصطدام، طبعا السيارة عليها نظام اوتوماتيكيا تعمل كبح قبل الاصطدام. عندنا هنا التحكم بالشاشة، نظام الأوامر الصوتية، بلوتوث، تحكم اوتوماتيكيا بالشنطة الخلفية، فتح خزان الوقود، تحكم أضواء العدادات، هذه عدادات السيارة، أيضا تحكم بالجير عن طريق المقود. عندنا شاشة ملاحة قياس 10 بوصة، تحكم بالتكييف اوتوماتيكيا، مشغل سي دي، طبعا هذا ناقل الحركة 10 سرعات، عند بريك الكتروني، تحكم أنظمة وضعية القيادة للسيارة، تحكم الجناح الخلفي، رفع أنزالة، التحكم بالشاشة، طبعا السيارة تشغيلها أكيد عن طريق البصمة. هذه هي فتحات تكييف، واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، وهذه الخمسة، خمس فتحات تكييف السيارة. هنا السدادة، السدة الجانبية، في منفذ USB، منفذ فولت، منفذ كهرباء فولت 12 فولت، سامحوني مرتبك شوي. تحكم بالأنوار الداخلية للسيارة، طبعا جميع المقاعد بقماش الكانتارا، السيارة عليها قماش الكانتارا، عليها ايضا جلد، تقريبا هذه مواصفات السيارة من الداخل. السيارة عليها مسجل 12 سماعة، قبل ان اختم المقطع، السيارة عليها مسجل 12 سماعة. في الختام اتمنى ان اناسبكم المقطع، شكرا على متابعتكم.